مرتبط بحقيقة بالعمق العربي يعني، والعمق الاستراتيجي العربي، وخاصة أهلنا أخوتنا بمصر والسودان يعني. هذا لأنه مرتبط، لأنه هدول الدولتين هنا أكثر دولتين لهم العلاقة بهذا الملف، وممكن يشكل مشكلة بالنسبة لهم. هلا سد النهضة أستاذي، للأسف يعني، وللأسف الشديد، وأنا بقولها بتجرد، لو كانت مصر ما قبل السيسي ما راح تسمح بهالموضوع يعني هاي حقيقة نحكيها بصراحة، لأن هاي تهديد للأمن القومي المصري، يعني تهديد بأنه مصر تعطش، تفقد مياه، مصر تصير فيها عطش، والسودان ممكن تصير فيها فيضانات. ولاحظي حضرتك بالتعبئة الثانية لما قالوا ما صار مشاكل، لا صار مشاكل، وصار في جزء من الفيضانات بمناطق السودان، لكن نتيجة أنه السودان داخلة بحرب اليوم وأنها، فالسودان يعني غير معنية بالموضوع لأنه ما في حكومة مركزية تلاحق هذا الموضوع، لا قانونيا ولا حتى بين علاقات بين دولتين. لكن التعبئة الرابعة للسد، أنا بعتقد أنه حيكون في خلاف كبير ما بينه وبين مصر، وممكن تتوتر العلاقات، لأنه السيسي حكاها في التعبئة الثانية أنه إذا استمرت أثيوبيا بهاي ستقوم مصر بقصف هذا السد. والسد مثل ما بنعرف أستاذة يعني، اللي عم يقوموا على هالمشروع ما هن أثيوبيين يعني، بالأصح هو أعتقد ملف روسي صيني مشترك يعني، اللي عم يعملوا السد. وهذا السد بالتعبئة الرابعة راح يسبب ضرر كبير للشعب المصري والحكومة المصرية. طيب نعم سؤال حكى بس، يعني شو الغاية من تعبئة هذا السد؟ يعني ماذا ستستفاد أثيوبيا؟ إذا ممكن تطلعنا على الفوائد التي يعني قد تستفاد منها أثيوبيا، وما هي الأضرار أيضا غير موضوع يعني أن تعطش مصر وفيضانات في السودان؟ اثيوبيا حتستفيد من توجيه السد بان موضوع الزراعه بيتحسن عندها كثير، موضوع توليد الطاقه الكهربائيه، عرفت كيف؟ اثيوبيا من هذا السد راح يزيد انتاجه الزراعي اكثر من 5 اضعاف عن الاول، 5 اضعاف، لانه حيتم سوق المياه لمناطق كثير زراعيه. والناحيه الثانيه بموضوع الطاقه الكهربائيه، الطاقه الكهربائيه باثيوبيا، كانت اثيوبيا تعاني بهالموضوع هذا، كان في كثير مناطق باثيوبيا حتى الكهرباء لم تصلها، يعني حيكون له كثير مكتسبات. وكان اول يعني هنا في اتفاقيه هاي بعتقد بال 1900 يعني شوي، كان في اتفاق بين اثيوبيا ومصر بانه لا تقام سدود، ودوله المصب مثل ما بتعرف في مصر، عرفت كيف؟ يعني هذا حجز المياه راح يسبب نقص مياه كثير على مصر، عرفت كيف؟ فهذا الموضوع بالنسبة لمصر أمن قومي، يعني اليوم الحرب القادمة أستاذي حرب مياه، بالعالم حرب مياه، الحرب القادمة ما هي لا حرب اقتصاد، حرب مياه بالدرجة الأولى، والمياه شيء مهم جدا جدا للدول والشعوب، يعني هذا اللي أنا بعرفه. بالنسبة لمصر أمن قومي، وإذا أثرت هاي التعبئة الرابعة على مصر، أنا أجزم أنه يكون في توتر بالعلاقات، وقد تصل لا سمح الله إلى الاشتباك العسكري. نعم، يعني إذا هي استفزازات تقوم فيها أثيوبيا مرة أخرى، يعني رغما عن الدول المحيطة، دول يعني النيل. طيب بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي الذي يعني تحدث بكل يعني بكل وضوح أن يرجى من جامعة الدول العربية ألا تتدخل في الشؤون الداخلية، هل هذا شأن داخلي بأثيوبيا؟ لا ما بيصير، هذا مو شأن داخلي بالنسبة لمصر، هي دولة بجامعة الدول العربية، وطبعا لا تعول مصر، إذا مصر تتعول على الجامعة العربية مشكلة، لكن مصر هي دولة إقليمية كبرى، ما هي دولة صغيرة، وما هي محتاجة للجامعة العربية. تصريح الرئيس الأثيوبي ليقزم، رئيس وزراء أثيوبيا ليقزم من مصر وقوة مصر، مصر حقيقة دولة إقليمية كبرى، وعنده امكانيه انها تقوم باي عمل منفرده دون الجامعه. بس هو عم بيسوي على الشكل التالي استاذه، هو اليوم مدعوم بالصيني والروسي، يعني مدعوم انه في حمايه دوليه عليه، لكن الموضوع اذا مصر حست انه هذا الموضوع راح ياثر على الامن القومي، وانا اجزم انه راح ياثر بالتعبئه الرابعه، بالتعبئه الثانيه والاولى ما اثر لسبب بسيط، السلام لانه عليكم كم السلام سيد أبو خليل، خلي المايك عندك أبو مسكر. محمد. أهلا، معلش معلش، أستأذن منك يا دكتورة، وأستأذن من أخوي أبو محمد، بس خبر عاجل ومهم. الآن انفجار ضخم شمال تل أبيب، انفجار ضخم في هرتسيليا شمال تل أبيب، سيارات واو الأسعاف
التابعة لنجم الداوود الحمراء تصل المكان وشهود أعيان، طبعا أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار. طيب شكرا لك سيد أبو خير، رح نتابع الأحداث، وإذا يعني إذا حصلت على أي معلومات معلش يخبرنا. ماشي، بدي أنزل وبصير إشي بحكي يا دكتورة، برجع لك إن تمام، شاء الله. تمام، شكرا لأني في لك. غزة أنا عشان بتابع. نعم شكرا، تحياتي يا دكتورة. أمان الله. أبو محمد بعتذر، تفضل كيف في حديثك؟ ليش ولكن هذا خبر مفرح يعني أكيد. للأحوال. طيب برأيك سيد أبو محمد، السيسي قادر اليوم يعني على الوقوف بوجه أثيوبيا ومنع يعني تعبئة السد للمرة الرابعة؟ هلا شوفي لك شغله. هلا السيسي للاسف يعني هو صرح اكثر مره خط احمر وخط احمر وخط احمر التعبئه الثانيه، لكن اليوم مصر فعلا اذا التعبئه الرابعه تمت والسد، انتم بتعرفي انه سد النهضه هو السد اللي يعني على مستوى ضخم وعالي وامكانيات كبيره وكلف كثير، فاذا تمت التعبئه الرابعه واثرت على مصر، مصر مو محكومة بالسيسي، محكومة بالشعب المصري والجيش المصري، وما بعتقد انه راح يترك الموضوع هيك، لانه مجرد موضوع المياه بالنسبة لمصر، يعني مصر بالنسبة لها كشعب وكدولة، مصر المياه هاي اللي جاية هي المصب، هي شريانة، هي شريان حياتها. يعني هذا الموضوع بالنسبة لمصر حياة او موت حقيقة. انا اجزم انه راح ياثر، وراح ياثر كثير. السودان اليوم ما له موقف، وانت بتعرفي بسبب شو، بسبب الحرب اللي موجوده فيها، فالسودان مغيبه. لكن مصر حقيقه ما راح، اذا سكت السيسي معناتها السيسي انا اجزم انه ساعتها بيكون قابض حقه يعني. واذا مصر عطشت مشكله، الشعب المصري بياكل اخضر واليابس، ساعتها راح ياكل افريقيا كلها يعني. فالموضوع مو سهل، هذا موضوع امن قومي، أمن قومي لمصر حقيقة.